خلال الفترة الأخيرة ازداد الحديث عن أزمة الكهرباء، وأكيد حضرتك متابع خلال الأيام اللي فاتت إن بعض المناطق سواء في العاصمة أو خارج العاصمة أو في محافظات مختلفة بينقطع الكهرباء على مدار اليوم في ساعات مختلفة. شاف حضرتك إزاي نواجه الأزمة دي، ودور الدولة إيه ودور المواطن لعلاج هذه الأزمة؟ أولا بالنسبة لأزمة انقطاع التيار الكهرباء، مش أول مرة، في عهد مبارك برضه كان التيار الكهرباء بيتقطع. اشمعنى النهاردة في عهد مرسي؟ أنا ولا بنتمي لمرسي ولا بنتمي لأي حزب، أنا مواطن عادي. اشمعنى النهاردة بنحاسب مرسي على انقطاع التيار الكهرباء؟ أولا لما نيجي نحسبها منطقيا كده، الضغوط على المحولات وعلى مولدات الكهرباء، الأحمال زادت كتير، فبالتالي ومن الطبيعي إن احنا ما فيش زيادة في الموارد بتاعتنا، فلازم يبقى في تحميل ولازم يبقى في انقطاع تيار كهرباء. ولكن حل المشكله في ايدينا احنا، يعني المناطق الحيويه زي المستشفيات لازم يبقى عندها البديل، يبقى عنده مولد تيار كهرباء خاص بيه هو، وخصوصا المستشفيات الخاصه بتعمل كده، مستشفيات الحكومه هي كمان تعمل كده. بالنسبه للاهالي ظروفه نتحملها، احنا احسن كتير من سوريا، بلادنا دلوقتي احسن كتير من بلاد تاني، فاحنا لازم نتحمل عشان نمر من الظروف ديت بسلام ان شاء الله. شكرا جزيلا، وصلت رساله. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. اسال حضرتك من اي منطقه؟ انا من فيصل. طيب قول لي، يعني هل فيصل الكهرباء بتقطع فيها باستمرار على مدار اليوم في اوقات معينه ولا يوميا؟ لا، اما المنطقه كلها، لا اما اذا كان الشارع اللي انا فيه او الشارع اللي قصادنا احنا يوم وهم يوم. وامبارح مثلا على سبيل المثال قطعت 3 مرات، كل مره لا تقل عن اوقات مختلفه. في اوقات مختلفه، يعني كان الصبح بدري وكان الساعه 7، وبعد كده رجعت تاني الساعه 10 راحت قطعه تاني، كل مره على الاقل ساعه ونص. من وجهه نظرك يا فندم، يعني ازمه زي الكهرباء وموسم الصيف واحنا في بدايته كده ولسه الناس عندها تخوف ان تزداد هذه الازمه، من وجهه نظرك الحل ازاي نحل هذه الازمه وازاي الدوله تحل هذه الازمه؟ احنا عارفين ان الازمه دي اساسا هي تراكم سنين طويله، الدولة طبعا ما النظام السابق الله يسامحه يعني ما كانش بيعمل لنا محطات على قد زيادة السكان والضغط والكلام ده كله، غير التطور التكنولوجي بقى والتكييفات وكل حاجة دلوقتي في البيت بالكهرباء، يعني كل حاجة حضرتك سواء أجهزة منزلية سواء تكييف سواء أي حاجة دلوقتي كلها بالكهرباء، الأسانسيرات، الماتور، المية. فطبعا حضرتك يعني الضغط بقى اقل، يعني ضغط الناس في الاستهلاك اكتر من انتاج المحطات، فدي سنين طويله. لكن احنا عايزين زي كل العالم دلوقتي ندور على الطاقه البديله. مصر يعني بسم الله ما شاء الله شمسها طول السنه، الناس دلوقتي بتلجا لحاجات بديله، طاقه شمسيه. ده ممكن يكون سبب في علاج الازمه زي الكهرباء، ان احنا نفكر في بدائل اخرى تمد الطاقة خلال الفترة اللي جاية بسبب الأعداد وبسبب استهلاك المواطن للكهرباء بأشكالها المختلفة. لا، احنا هنحاول في الفترة القريبة ديت، زي ما امبارح سمعت تصريح ان هيزودوا ضخ الغاز عشان المحطات اكتر تشتغل، فهي دي مثلا الحلول المؤقتة. لكن احنا لازم نبص ويبقى تفكيرنا استراتيجي على المدى البعيد. دلوقتي الناس كلها بتلجأ لطاقة نووية، طاقة شمسية، طاقة رياح، والثلاث حاجة يعني سواء طاقة الرياح أو الطاقة الطاقة اللي هي البديلة الطاقة الشمسية، الاثنين متوفرين في مصر، فما فاضلش غير برضو إن احنا نفكر في المفاعلات النووية اللي تطلع لنا كهرباء، وغير الكهرباء هيبقى لها استخدامات كتير ان شاء الله. بالتاكيد وصلت الرساله، وصلت الرساله. ما زال حديثنا مستمر عن موضوع الكهرباء اللي بيشغل كثير من المصريين في المرحله الحاليه. انت كمواطن كده وانت نازل رايح شغلك الصبح بتشوف فعلا النور الكهرباء بتقطع في اوقات مختلفه على مدار النهار والليل؟ هو عامه دلوقتي عندنا في المنطقه ده لازم يقطعوا ساعه الصبح وساعه بالليل. حضرتك من اي منطقه؟ انا من حلوان. لف الكاميرا. هو كل المشكله ان هو مش عصر مبارك او عصر مرسي او كل ده، الفكره ان احنا عايزين نفكر زي ما الاستاذ قال ان احنا في حاجه بديله طالما انت عايز تقطع وفي احمال في حاجه جميله. مش مشكله المواطن اللي قاعد في بيته بس، المشكله مثلا الناس اللي بتاكل عيش، يعني واحد عنده مثلا محل جاتو حلويات، واحد عنده محل لازم في ثلاجه، محل عصير، كل حاجه بنستخدمها دلوقتي لازم يبقى فيها كهرباء. لما انت تعطلني ساعه او ساعتين او ثلاثه مع الحر مع كل دوت، ما انا كده بخسر. يعني لو بصيت للخسائر اللي بنخسرها كلنا، المواطن واللي بيشتري واللي بيبيع وكل دوت، فكل حاجه في حياتنا دلوقتي واقفه.
فانت لازم أن تفكر لو بصيت الخسائر دي كلها تبص ان انت ممكن ما تخسرش كل دوت وممكن تبص لحاجه بديله. يعني هو هي المشكله بس بسيطه يعني مش محتاجه كل ان احنا نوقف كل الكهرباء كل دوت بس. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا. اتفضل يا حاج. يعني بس لحضرتك يا فندم تاثير انقطاع الكهرباء علينا كمواطنين ده اثر عليك ازاي خلال الايام اللي فاتت؟ والله هو في الحقيقه كان الانقطاع ده كان بيحصل برضو ايام النظام القديم ولكن ما كانش حد بيتكلم فيه. اما حاليا دلوقتي بتبص تلاقي الكهرباء العشوائيه اللي هي مالت الشوارع العشوائيه دي اثرت، الابراج اللي طلعت على المحولات القديمه اللي هي موجوده برضو ما اثرت على الضغط، مع النظام اللي هو كان قبل كده عايز يفشل النظام اللي هو ده بتاع دلوقتي واخد بال حضرتك. فكل الاجهزه عايزه اللي هي بتاعه الدوله اللي هي بتاعه مبارك اساسا هي الوقت اللي بيتعاكس وهي عم مصدره ازمات عشان الحكومه دي توقع. على ذكر الازمات، علاج ازمه زي الكهرباء اللي احنا فيها دي تنصح الحكومه بايه؟ احنا كمواطنين لينا دور ولا مالناش دور في علاج هذه الازمه؟ والله احنا ممكن يبقى عندنا حارس يعني استرشاد شويه، يعني نقتصد شويه من زي في دول متقدمه برضو بتعمل نفس القصه، برضو حد بنقف على رجلينا. ها؟ حد بنقف.